الاخوان والاخوات، بغيتو تبارطاجيو الفيديو مع خوتكم، مع اصحابكم، مع اي واحد الاخوان كتعرفوه، بارطاجيو الاخوان في الفيسبوك، بارطاجيو في اي بلاصه الاخوان، حيت الاخوان اللي كاين في هذا الفيديو مهم ومهم بزاف. ماشي الاخوان مهم ليا انا، مهم للناس اللي متضره من الزلزال، الاخوان الناس اللي مهرسه، الناس اللي عندهم شي جروح، راه كاين سبيطار اللي غيمشيو يتعالجوا وفابور الاخوان بلا ريال بلا نص الاخوان، وكاينين الاخوان شقق اللي هي فرشه باش يمشيو لهاد الناس المنكوبين اللي ما عندهمش فين يباتوا. كنتمنى الاخوان تبارطاجيو، ماشي هذا الاخوان وهذا وقت الخصام، وماشي وقت السيزار، وماشي وقت الصداع، وماشي وقت المشاكل، حان الوقت الاخوان تتحدوا. راك شفتوا الاخوان الجزائر كانت البارح مدحشه مع المغرب وشاده الاجواء الجويه ديالها وراها فتحتها امام المغرب. ناس الاخوان من ايطاليا، الاخوان كيسولوا حنا على المغاربه وكيسولوا علينا، انا كنعرف ناس من ايطاليا كيسولوا رشيد اشنو وقع، اكتا بخير، العائله بخير، كلشي بخير، هادو ناس اللي هما مسيحيين الاخوان، ما بالكم الاخوان حنايا اللي عرب ومسلمين الاخوان. كنتمنى الاخوان تبارطاجيو الفيديو، كنتمنى تبارطاجيو الفيديو باش ان شاء الله توصل المعلومه للناس المتضره، وان شاء الله ياخذوا العلاجات ديالهم، واللي ما عنده فين يسكن باش ان شاء الله يمشي ويسكن ويرتاح، حتى ان شاء الله نشوفوا اشنو غادي يدير. الاخوان والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وباحسن الظروف، وتحيه طيبه الاخوان المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الاخوان اللي اول مره كيشاهد القناه يدخل يشترك ويدير الاعجاب، ولا عندك شي سؤال خليه في بلاصه التعليق، ان شاء الله غادي نجاوبك على السؤال ديالك، وما تنساش تفعل جرس الجرس باش ان شاء الله يوصلك كل جديد. المهم الاخوان باش ما نطولش عليكم في الفيديو، وخير الكلام ما قل ودل. الاخوان كاينين خوتنا اللي راهم محتاجيننا في هذا الوقت، هذا الوقت الحالي الاخوان كاينين بزاف ديال الناس اللي كان عندهم ماوى، كان عندهم فلوس، كان عندهم بزاف ديال الحوايج، كان عندهم مصالح، صدقوا الاخوان لا فلوس لا مصالح ديالهم لا حتى حاجه الاخوان ما بقات عندهم، وزياده على ذلك الاخوان كاين اللي مزروح، كاين اللي ما عندوش فين يبات. الاخوان تصوروا معايا دابا الاخوان داخل البرد وما كاينش فين يبات هاد السيد هذا، وما كاينش فين ينعس. كنتمنى من الاخوان الجاليه المغربيه بايطاليا، كنتمنى وجميع الجاليات اللي كاينين في جميع انحاء العالم، كنتمنى يتضامنوا مع خوتهم، وكل يرسل هذاك الشيء علاش قدر، هذاك الشيء علاش قدرتي 500 درهم 200 درهم 300 درهم 400 درهم 10000 درهم، هذاك الشيء علاش قدرتي. كاينين خوتنا اللي محتاجيننا في هذا الوقت، هذا هو الوقت اللي راهم محتاجيننا فيه الاخوان. وقت سده هو فين فين كتحتاجيني وفين غنحتاجك، اما الاخوان الوقت اللي كيكون مرخوف ما عندك ما ديري بيا وما عندي ما ندير بك، كنقولها ديما الاخوان وكنعاودها وكنعاود نكررها الاخوان، انا راه الاشاره، اي حاجه طلبتها مني رانا راه الاشاره الاخوان. كنتمنى شي واحد يعطينا شي كونت ديال شي واحد اللي كيتبرعوا فيه ولا شي حاجه الاخوان، باش ان شاء الله كلشي ضامن وكلشي يعطي هذاك الشيء علاش قدر. ما كنقول لكمش الاخوان عطيو شي حاجه فوق الطاقه ديالكم، داك الشيء علاش قدرتوا الاخوان. كاينين الناس امس الحاجه دابا اللي عطيتي داك الشيء عرفتي، تعطيه غير خبزه، تعطيه غير خبزه، عطيتي واحد الحاجه هي كثيره. الاخوان الله يرحم لكم بالوالدين، بارطاجيو الفيديو، بارطاجيو مع اي واحد الاخوان باش ان شاء الله توصل المعلومه. انا الاخوان كيف قلت لكم راني راه الاشاره، اي حاجه بغيتوها مني انا الاخوان موجود، وراني انا اول واحد من الجاليه اللي طلبتوها من الاخوان، راني نحضرها معكم الاخوان ونموت معكم الاخوان في اي حاجه. اما الاخوان شي حاجه الاخوان دار الصح، اما الاخوان شي حاجه دار الاجرام، شي حاجه دار المشاكل الاخوان ما عندنا ما نديرو بها. الاخوان هذا هو الوقت فين نتحدوا، هذا هو الوقت اللي خاص الانسان يحس بخوه. الاخوان احنا مسلمين، شو الاخوان طاليان اتصلوا بي، انا طاليان اتصلوا بي، رشيد موقع لك شي حاجه في العائله كلشي بخير الدار هذه، والله الاخوان العظيم الا كتحس بشي واحد الاحساس بشكل. الاخوان هادو مسيحيين الاخوان كيسولوا عليك وكياخذوا البادره وكيسولوا عليك، ما بالك الاخوان بينا حنا اللي مغاربه، حنا الاخوان اللي مغاربه اش خاصنا نقولوا الاخوان، كيفاش خاصنا ندير، واش خاصنا نصافي نسكتوا، خاصنا نبعدوا نخليوا هاد الناس بوحدهم، لا هادي راه محنا. تخيل كون انت طاحت الدار ديالك، وتخيل انت كون وقعت لك شي حاجه وكراك في السبيطار، واش تبغي الناس تتخلى عليك؟ الاخوان هذه ماشي مشكله ديال واحد ولا شي حاجه، ديال الاخوان كارثه طبيعيه، ولكن الاخوان حنا خاصنا نضامنوا وخاصنا الاخوان نجتمعوا، واخا الاخوان يكون الاختلاف بيناتنا، واخا الاخوان نكونوا مخاصمين، واخا الاخوان يكون استجار بيناتنا، اي حاجه الاخوان كتكون بيناتنا ديال الخصام ديال المشاكل ديال الصداع، ولكن الاخوان ملي كتوصل لهذ الوقيته هذه الاخوان كنتحدوا الاخوان وكنجتمعوا، كنجتمعوا على الاخوان، وخاصنا الاخوان نديروا يد في اليد. شوف الاخوان الجزائر غير البارحه الاخوان كانت هي والمغرب سادي الحدود ديالهم وكذا، ولكن الاخوان الجزائر هضرت مع المغرب وقالت لهم انا فاكه الاجواء الجويه باش توصل المساعدات وكذا وكذا وكذا. شوف الاخوان هذه واحد الحاجه اللي هي انسانيه، كنتمنى من الاخوان يبارطاجيو الفيديو مع اي واحد
باش ان شاء الله الفيديو اوصل للناس. وكنتمنى من الجاليه المغربيه ان في جميع انحاء العالم يحاولوا يرسلوا هذاك الشيء لاش قدروا، ماشي شي حاجه كثيره ولا هذاك الشيء علاش قدرتي، داك الشيء علاش هذاك الشيء اللي قدرتي عليه ارسليه، داك الشيء اللي قدرتي عليه ارسليه. 500 درهم 20 درهم 400 درهم 500 درهم 600 درهم 1000 درهم. وكنتمنى من شي واحد ياخذ البادره ويجمع دوك الفلوس ويديوهم لهاد الناس ويشريو لهم الغطاء ويشريو لهم الماكله، واللي ما عندوش يحاول يتبرع غير بالدم ديالو. خسير الدم ديال عندك ما يدار غدا، حاول توزع سبيطار وتعطي الدم ديالك. هاد الناس راه محتاجين، هاد الناس هادو راه محتاجين الدم ديالك، حيت كاين بزاف ديال العلاجات، كاين بزاف ديال الاخوان. دابا غادي ندوزو للاخوان اللي هو مهم. الاخوان كنتمنى تبارطاجوا الفيديو، الله يرحم لكم بيا الوالدين. الاخوان بارطاجوا الفيديو مع اي واحد الاخوان باش توصل هذه المعلومه الاخوان. الاخوان واحد دكتور كاين في مراكش الاخوان، عنده واحد العياده، راه الاخوان غادي يقدم العلاجات فابور الاخوان، اخصائي الاخوان في العظام والمفاصل الاخوان غادي يقوم بجميع العلاجات الاخوان والضروريه والفحوصات للناس اللي منكوبه من الزلزال فابور الاخوان بلا ريال بلانش. الاخوان النمره الاخوان ديال هذا السيد اللي غتتصلوا به الاخوان 05 24 43 20 28، 05 24 43 20 28. والنمره الاخوان ديال التليفون ديال البورطابل الاخوان 06 66 29 32 73. الاخوان غادي نعاودها مره اخرى الاخوان 06 66 29 32 73. والناس اللي تدرب الزلزال حدا سبيطار، مشات السبيطار وما عندهاش فين تجلس، الناس اللي قرابه لمراكش وما عندهمش فين يجلسوا الاخوان، راه كاينه السوق السوقه الاخوان فابور الاخوان. غادي نمشيو الاخوان وغادي نرتاحوا وتنشوفوا اشنو غادي نديروا الاخوان في هذه المحنه. المحنه ديالنا كامل الاخوان، ماشي غير ديال واحد. شوف الاخوان هذه هي النمره ديال الناس اللي ما عندهمش فين يجلسوا ولا ما عندهمش فين يسكنوا وفي مراكش وقراب مراكش 06 72 11 34 42. غادي نعاود الاخوان نكرر النمره، الناس اللي ما عندهمش فين يسكنوا الاخوان وقراب مراكش معلم الا يتصلوا بهذه النمره ويمشيو لهاد السوقه راهم فرصة ان شاء الله باش تنعسوا وترتاحوا حتى نشوفوا ما نديروا في هذه المحنه. هذه المحنه ديالنا جميعا الاخوان، كنتمنى كل شيء ضامن الاخوان، كل شيء ضامن الاخوان 06 72 11 34 42. كنتمنى الاخوان تبارطاجوا الفيديو، كنتمنوا تبارطاجوا الفيديو، الله يرحم لكم بيا الوالدين بارطاجوا الفيديو حيت هاد الناس محتاجيننا. وكنتمنى شي واحد ياخذ البادره ويرسل لي الكونت، لا كان عند شي واحد الكونت يجمع التبرعات باش نجمعوا التبرعات ويكون واحد 10 الناس ولا 15 واحد ولا 10 الناس ولا 3 الناس ولا 4 ونمشيو الاخوان ونديو هاد الفلوس لهاد الناس هادو اللي محتاجين. شوفوا نشريو لهم الاخوان، انا الاخوان معاكم. كنتمنى من هاد صحاب القنوات اللي كاينين الاخوان على اوروبا، كنتمنى يتضامنوا مع الاخوان ديالنا ويرسلوا علاش قدروا الاخوان، هذاك الشيء اللي قدروا عليه الاخوان يرسلوه ويتضامنوا مع خوتهم، حيت هادو خوتكم محتاجين لكم وهذا هو الوقت اللي محتاجينكم. وتخيلوا معايا الاخوان كنتم دابا وقع لكم هذا الشيء، يعني ومشيتي وطاحت عليك الدار وما بقى عندك حتى شي حاجه وما عندك حتى ما تاكل، ويعني كل شيء مشاليك، واش الا شفتي هاد الناس تخلاو عليك اشنو غادي، واش حنا مسلمين ولا كفار. كنتمنى الاخوان تبارطاجوا الفيديو مع اي واحد الاخوان باش توصل المعلومه، الله يرحم لكم بها الوالدين. غادي نعاود الاخوان الماري ديال التليفون الاخوان، دكتور الزهري منير اخصائي في العظام والمفاصل الاخوان، كيقدم الاخوان هاد العمليات مجانا الاخوان بلا ريال بلا والو الاخوان، بلا فلوس بلا والو الاخوان. ها النمره الاخوان اللي غتتصلوا بها 05 24 43 20 28، والتليفون الاخوان البورطابل 06 66 29 32 73. الناس اللي ما عندهمش فين يسكنوا وقراب لمراكش وما عندهمش فين يجلسوا 06 72 11 34 42، راه كاينين سوق ما عليك الا تتصل بهذه النمره هذه وتمشي وترتاح حتى يدير الله ما دار، والله ييسر لكم الامور الاخوان. يا الاخوان خليكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والله ييسر لكم الامور.